مكتبة العلامة حمد السليمي في سمائل تعج بالكتب. انتصار السليمية تزور المكتبة اليوم. كتاب قلائد المرجان يعد من كتب التراث العمان المتأخرة اللي تعنى بالجانب الفقهي، وهو كتاب في المسائل بحيث أنه يتعدد فيه السائلون والمتصدي للإجابة واحد، وهو الشيخ حمد بن عبيد السليمي. والكتاب نمطه على غرار ما نجد في كتاب الدر النظيم من أجوبة أبي مالك للشيخ عامر بن خميس المالكي، طبعا إلى أن الكتاب هذا يخلو من النثر، فجميعه أسئلة شعرية أو أسئلة نظمية. وطبعا هذه صورة من صور تطويع الشعر لخدمة المادة الفقهية لكي يتعلم منه الناس أمورهم الدنيوية وأمورهم الأخروية والحياتية بشكل عام، فهو يقدم الفقه في قالب شعري. العمل في المكتبة يبدو ممتعا. الشيخ حمد رحمة الله عليه قدم إلى سمائل من إزكي لطلب العلم، فالتحق بمدرسة الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمة الله عليه، وعاش في بيته كأحد أبنائه، ولازمه حتى توفي الشيخ أحمد رحمة الله عليه. بعد وفاة الشيخ أحمد بن سعيد رحمة الله عليه انتقل إلى الشرقية إلى الإمام نور الدين السالمي، وهناك درس على يديه حتى تخرج، ثم عاد إلى سمائل وبدأ بنشر العلم والمعرفة حتى قيام دولة الإمام سالم بن راشد الخروس رحمة الله عليه، فكان أحد أعمدة هذه الدولة، قائم قاضي ووالي للدولة، بالإضافة إلى أنه معلم في الفترة الأخرى. فالشمس طالعة ليست بكاسفة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر، ركى جرير بهذا البيت خيرفة، لله مبتهل أكثر به عمر. تكمن أهمية الكتاب في أنه يجيب عن عدد كبير من الأسئلة، حوالي 281 سؤال متوزعة في 5 فروع رئيسية، مثل المعاملات اللي هي المناكحات الجنايات، وفي أحكام فقهية متفرقة ومختلفة. كذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يحوي سيرة 55 عالم وشاعر عاصروا أبي عبيد، فتجد أنه سيرهم موجودة في هذا الكتاب، فيكشف لنا جانب نفس الشيء من الحياة الاجتماعية والحياة الدينية والسياسية الموجودة في ذلك الوقت بحكم الأسئلة اللي توجه للشيخ ويجيب عنها. كذلك يعني يكشف لنا هذا الكتاب أهم الأمور الدينية ربما اللي يعني تشغلهم في ذلك الوقت، أهم الأسئلة متوجهة لأي جانب من الجوانب اللي هي راح تجدها في فقه المعاملات، لأنه أكثر الأسئلة كانت موجهة لهذا الجانب. قلائد المرجان كتاب نظم قام بجمعه تلاميذ الشيخ بعد وفاة الشيخ. اجتمع الشيخ عبد الله بن علي أمير البيان عبد الله بن علي الخليلي رحمه الله ومن معه الذين عاصروا كالشيخ أبي سرور والشيخ موسى بن عيسى البكري، وجمعوا إجابات الشيخ حمد المنظومة وسموه بكتاب قلائد المرجان. العمل في المكتبة يقتضي بعضا من المهارات المفيدة. منهجية التحقيق منهجية يعني واضحة ومحددة، قائمة على أنك أنت تبدأ في البداية بجمع المخطوطات المتوفرة، قد تتوفر لك يعني مخطوطة واحدة وقد تصل إلى يعني 20 مخطوطة وأكثر،
تجمع هذه المخطوطات يعني وتبحث عن نسخة أم اللي هي الأقدم أو الأقرب إلى عصر المؤلف، تبدأ بالتحقق منها وبنسبتها للمؤلف إنها فعلا لهذا المؤلف، ثم تقوم بمقارنتها بالنسخ الأخرى. بعد ذلك تبدأ ب يعني تنقيح الكتاب من ناحية اللغة، العثور على المفردات الصعبة، تخريج الآيات والأحاديث الموجودة فيه، وضع الفهارس اللي يفترض تكون يعني ملحوقة بهذا الكتاب. كذلك يعني قيمة التحقيق تكمن في الدراسة اللي راح ترفقها بهذا الكتاب من ناحية أسلوب المؤلف فيه، علاقته مثلا بالأشخاص الموجودين في عصره، إيش أهم ميزاته أو ميزات هذا المؤلف، إيش القيمة اللي راح يثريها هذا المؤلف في العصر الحالي. فهذه كلها تعد من جهود المحقق اللي يقوم بها لإخراج هذا الكتاب بصورته النهائية الأقرب للشكل اللي أراده المؤلف.